آخر فقراتنا رح تكون عن نشاطات اتحاد الناشرين العرب، حكينا عنه كمان سالي. صحيح زينب، اليوم محطتنا الأخيرة مع عالم الكتاب وصناعة المعرفة وأخبار صناعة النشر في سوريا التي لم تتوقف عجلة إنتاجها. للحديث عن جديد أنشطة دور النشر مع اقتراب، هلأ ما رح ينبسط الطلاب، عودة المدارس، معنا لليوم الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير، أنت وكل بخير. عام وسوريا بخير، وكل عام والشعب السوري آمين. كلياته متعاضد مع بعضه البعض ومتعاون للخروج من هذه الأزمة الأزمة، والظروف ومنأكد الأزمة الصحية اللي أكيد استجدت عنا، لكن بتجمعنا وبتعاوننا وبالتعاون أكيد. مثل ما بقول نرتقي، ونحن كلياتنا شعب سوري بنقول لهم صباحكم سعيد وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله ايامكم تكون سعيده دائما. وانا بشكر الاخباريه السوريه على الاحتفاء والاحتفال بهذا واجب. اليوم المبارك. اكيد استاذه، يعني اول شيء كل عام وانت بالف خير. بدي اقول لك يعني كاتحاد ناشرين سوريين، نعم، ورغم التحديات اللي ذكرتها ومن اهمها جائحه كورونا اللي حدت شوي، ما توقفت عجله النشر بسوريا. خبرنا اليوم عن هي الازمه كيف اثرت وكيف تحديت الصعاب، رغم من الصعوبات اللي يعني الموجوده ما زالت عجله النشر رغم كل شيء شغاله. هلا بصراحة نحن مرينا بعدة أزمات كسوريا، وصناعة النشر مرت بأزمات أكثر، لأنه الانعكاس الأزمة عم يكون على صناعة النشر ربما أكثر. أي أزمة؟ نعم. مثلا ما تمرينا بأزمة الحرب، وتمرينا بأزمة كورونا. الكوارث اللي اجتنا، مثلا الحروب أو التعاطي مع العمل الإرهابي كان صحيح. كمان كان هذا أزمة. كلياته استطعنا فيني اقول انه نتغلب عليه بعزيمه واراده. نعم. اليوم ازمه كورونا كانت هي من اصعب الازمات، تصوروا انه ازمه كورونا كانت بالنسبه لنا كصناعه نشر اصعب من ازمه الحرب، اصعب من الازمه انه انت يدخلوا عليك الارهابيين وياخذوا المستودعات، لانه ازمه كورونا اغلقت الاسواق، اغلقت المعارض، اغلقت اي وقفت نشاط النشاطات. ثقافي، برافو عليكي، اي نشاط ثقافي. عملت ازمه كورونا بصراحه ابتعاد الناس عن الواقع، خليني اقول نشر الكتاب بصوره نعم. عامه، او عن واقع التعاطي مع الكتاب. هلا ربما بيخطر ببالنا انه لا، لازم تكون ازمه الكورونا هي بالعكس، هي دافع لانه المجتمع يقرا، دافع لانه الناس تقرا، لكن نحن صار عنا القراءه هي متعه، القراءه هي روح، وقت بيكون الانسان في ازمه نفسيه ما عم يكون الدافع صحيح. او الخروج او الاتجاه للمخرج من نعم. هذه الازمه من خلال الكتاب، لذلك ضعفت. ومع ذلك استطاع الناشر السوري انه يلاقي، بدي اقول، بعض المنافس الجديده من خلال ان كان التسويق الالكتروني، من خلال بعض المعارض. على فكره رجعت بعض المعارض العربيه، استعادت، ما بيقول عافيتها، لا، هي ما استعادت عافيتها، استعادت حضورها. يعني بدات بعض المعارض ترجع، طبعا بشيء ضعيف ربما وليس بالمستوى المأمول، لكن بدانا ان نعود. ونحن كمان بسوريا بدأنا شوي ننظم بعض النشاطات الثقافية الخاصة بالكتاب، بعض المحاضرات، بعض الندوات. وقريبا يعني أنا طبعا ما بدي أوعد الآن، لكن أنا بتكونوا عم بطلع بقناتكم دائما، بحب أنا أحكي دائما شيء إيجابي. قريبا ربما حيكون في عنا معرض للكتاب السوري، بحيث أنه يعطي أمل نعم. للقارئ ويعطي أمل للناشر، وتكون السنة الهجرية سنة خير، ونحن هاي السنة الهجرية كلياتنا نتفائل فيها لأنه هي تبعنا. فهذا الشيء المناسب اللي ممكن أنا بتصور نعم. يعني نتساعد مع بعضنا البعض. لكن أنا بدي أقول إذا سوينا معرض بدنا الجمهور يشي، ما شرط يشتري، لكن بدنا إياه نتفاعل نحن وياه، لأنه حقيقة لنتعاون مع بعضنا البعض. نحن الآن في أزمة، وقت بيكون صناع الثقافة بأزمة، وقت بيكون صناع المعرفة صحيح. بأزمة، هذا مسؤولية المجتمع كله صحيح. النهوض بهذه الأزمة والخروج منها. صحيح.
صح. نعم. يمكن دائما حكينا نحن بالمقدمة أنه عجلة خلينا نقول المعرفة، العلم، نعم. الثقافة ما توقفت، نعم. ودور النشر كان لها هيك مخارج تانية تماماً. إلكترونية، يعني إذا ما قدرت تلتقي برواد على أرض الواقع التقت فيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، نعم. وأيضا تم طرح كتب إلكترونية يعني مواكبة كل شيء، مشان ما يقولوا إنه والله كورونا أجت معناتها نحن انقطعنا، لا منازلنا نحن مستمرين. يمكن هيدا الخطة أعجبت الكثير من رواد، من القراء، من الشعراء، من اللي عندهم شغف بأنهم يكونوا بالملتقيات. لأي شغلة هيك، لأي درجة ساهمت وأسهمت إنه يصير في أيضا تفاعل بظل الكورونا كورونا وبظل الأزمات؟ شوفي بصراحة نحن شعب معطاء، نحن إرادتنا إرادة فولاذية، نحن الشعب السوري حقيقة هدفه دائما بكل أمر أنه نحن ما نتوقف، ما في شيء بعيقنا. الكتاب قدموا شيء ونحن في علاقة طيبة اليوم ومتجددة ومتطورة مع اتحاد الكتاب العرب، نعم. وعم نحاول نستقطب الكتاب ونقدم لهم شيء جديد ونقدم شيء جديد من خلال هذا التعاون للقراء، نعم. نحن في كتير أشياء جديدة تطورت معنا وقدمنا ولم يعيقنا. اليوم على فكرة يعني رغم كل الأزمة أنا عم شوف بعض الشركات السورية، بعض دور النشر السورية أنشأت مواقع، مثل ما قلتي مواقع على مستوى كتير كبير، أنشأت محطات تسويقية عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الإنستغرام أو عن طريق تويتر للشراء والبيع والتعاطي مع المنتجات، وهذا على فكرة أسهم. اليوم في عنا، وأنا بحكي لكم إن إحنا كدار نشر زبانة ما وقفنا، ضلينا عم نحاول نقدم شيء، ونحن في عنا بكرة افتتاح صالة جديدة كمان، هي دعوة، هذا ندعي الجمهور وبدعي الأطفال. نحن في عنا بكرة افتتاح صالة مهمة بمنطقة الحلبوني جديدة من الساعة 12 للساعة 7، وفي هدايا لجميع الأطفال اللي بتحضر عنا. حلو. ايه. هذا عرض. هذا بكرة حيكون يوم خلينا نقول يوم للنشر بسوريا جديد وتحفيزي وتشجيع. بكرة نحن الساعة 12 للساعة 7 متواجدين في صالتنا الجديدة في منطقة الحلبوني، دخلة المكتبات جنب جامع الحلبوني، صالة جديدة هدفها تسليط الضوء على أعمال الأطفال المتميزة، إن كان وسائل تعليمية وإن كان ألعاب تعليمية وترفيهية وكتب وقراءة. ونحن عملنا هدايا، وحقول كمان في عنا شيء بكرة، وهذا أول مرة بيكون في هذه الصالات، ما حتكون في عنا مستشارة تربوية لتحدد لك إنه أنت ابنك شو لازم يأخذ، ممتاز. وشو المهم بأنه ممتاز. بالمنتجات اللي نحيض، هذا كله حيعطي دافع كبير. إذا نحن كورونا ما وقفتنا ولا شيء ولا بتوقف، وعلى العكس نحن كناشرين عم نحاول نشارك في كل المعارض. شاركنا في معرض الشارقة، في معرض الشارقة طفل، في معرض أبو ظبي، في معرض بغداد، في معرض القاهرة، واليوم في عنا معارض أخرى كمان عم نحاول السعي لأنه نحن نشارك فيها، رغم على فكرة في صعوبة حقيقة بوصول الكتاب، ليس لأنه كتاب سوري، صعوبة بوصول الكتاب بكل العالم العربي. أنتم حاسين بالأزمات اللي عم يساويها الشحن، بالأزمات اللي عم تساويها التنقلات عبر المطارات، صحيح. أيضا كمان في صعوبة، يعني أثرت على كل مجالات الحياة، أثرت على كل المجالات. ربما طبعا. صناعة النشر لأنه صناعة أنا دائما بقول عنها رغم أهميتها وخفة ظلها، لكن هي صناعة ثقيلة لأنه حقيقة المشاركين فيها متعددين، فلذلك كان ربما التأثير عليها أكبر، لكن بتصور الأيام القادمة حتكون أكثر. ونحن منأسس سوا أكيد. نحن وياكم والإعلام، لأنه نحن نحاول الخروج من هذه الأزمة قدر المستطاع. نعم. يعني مع هالكلمات ومع هيك الطاقة الإيجابية اللي أعطانا إياها الأستاذ هيثم، ده نختم مع الهدايا الحلوين أكيد. الهدايا بكرة أكيد، وانتي وبناتك والولاد وكله كله لازم يجوا ونكون موجودين ونكون مع بعضنا البعض، نحس انه يوم فرح خرجنا فيه قدر المستطاع من هذه الأزمة ان شاء الله. اكيد. شكرا كثير لوجودك معنا استاذ هيثم الحافظ، كل عام وانت وعائلتك بالف خير. وكل عام وانت بخير والعائلة السورية الكبيرة بألف ألف خير.